السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن المهتمين بتصوير الطبيعة أو أي مصور على العموم، يعني لا يمكن أنه لم يسمع في حياته باسم أنسل آدم. أنسل آدم مصور طبيعة أبيض وأسود، نشط من فترة العشرينات تقريبا، الثلاثينات الأربعينات، يعتبر هو يعني من أشهر مصورين اللاندسكيب في العالم، وكان يصور بكاميرات اللارج فورمات والكاميرات الكبيرة، ومشهور أنه دائما أسود وأبيض. ولكن كثير ما يعرفوا أنه له كتب بالألوان، وإن كان يعني غير متخصص فيها بشكل كبير، حتى حجم كتابه اللي بالألوان مقارنة بالكتاب اللي بالأبيض والأسود، طبعا الفرق شاسع. الآن هو صور أشياء أخرى كمباني كبورتريه، ولكن عشقه في اللاندسكيب بشكل عام في الطبيعة، حتى أن من سألوا يعني عن ليش أنت بالضبط دائما في تصوير الطبيعة، أخبرهم أنه أنا لازم دائما أنه هذا هو الموضوع الوحيد اللي أنا أقدر إني أميز الضوء والظل فيه وأعرف إيش بأسوي، لأنه غير كده للأسف الشديد ما عندي خلفية كيف يجب على الصورة أن تكون. فالكتاب جميل جدا حقيقة، ألوانه خفيفة طبيعية، تمام. الكتاب ما فيه مثلا ألوان قوية، في كونتراست احيانا بيكون عالي الى حد ما، ولكن الالوان طبيعيه. طبعا الكومبوزيشن، طريقه الكادر طبعا يعني من اروع ما يمكن. بعض الاعمال ممكن انها تكون مثلا موجوده بالابيض والاسود برضو، ولكن الان هي موجوده بالملون في هذا الكتاب. ف يعني هذا من المواضيع اللي أنا أحب أتكلم عنها، على موضوع إنه لازم يكون عندك مكتبة فوتوغرافية طالما أنت فوتوغرافي وتمارسها، بالذات لو كنت هاوي وبتمارس الموضوع كشغف، لأنه يعني بعض الأشخاص إذا كان بيمارسوا يعني للبزنس أو للشغل، فبلاحظ كثير منهم ما عنده خلفية كبيرة عن التصوير، لأنه متخذه بس للتجارة وفقط. لكن أي شخص مهتم بيه كفن فلازم يكون عنده مكتبة، بحيث أنه لمصورين عالميين كويسين، على أساس أنه يقدر يفهم بالضبط هو إيش بيسوي. فهذا برضو يقودني إلى موضوع آخر، لأنه أنا ملاحظ الفترة الأخيرة بدأ فيه انتشار كثير لعملية تعديل الصور المبالغ فيها، بالذات كمان الفوتوشوب أصبح عنده فلاتر لتغيير السماء لإضافة أشياء إضافية على الصور، وهذا بصراحة بدأ يخرج التصوير من طبيعته. فأنا أرى أنه المفروض يعني على كل مصور أنه يحاول قدر المستطاع أنه يصور الطبيعة كما هي، يستيقظ بدري يعني الله يعطي العافية، أو يضل وقت متأخر، بحيث أنه يحصل على صور جميلة في أوقات جميلة، أوقات الشروق أوقات الغروب. هو بشكل عام مصور الطبيعة ممكن أن يستمر بالتصوير من الصباح، يعني 24 ساعة يصور في الصباح، شروق، الساعة الذهبية، فترة الظهر ممكن يصور صور حتى لو الشمس عمودية، في مواضيع ممكن أن يصورها مثلا ما تكون مواضيع طبيعة كاملة، تكون مواضيع عليها زوم زيادة زي الشجر أو صخور، ما يكون مثلا مشهد عام لأنه بتكون الألوان شوية فيها زي غلوني أو هيز في الصباح في فترة الظهر، فترة المساء برضو بيرجع لي الساعات الذهبية، فترة الليل ممكن يبدأ يعمل أشياء كثيرة، ممكن نصور نجوم، نصور مجرات، ممكن نستخدم تقنيات التصوير تلوين المشهد اللي هو بالإضاءة اللي هو اللايت كولورينج، إنه يبدأ أو اللايت بينتينج، إنه يبدأ يستخدم الكشاف والألوان بحيث إنه يعمل تعريض طويل على الطبيعة. هذه كلها أشياء ممكن أن المصور يكون شغال 24 ساعة يصور إذا أنه حب، ولكن حاول قدر المستطاع يكون التصوير طبيعي، ما يكون في
اوفر بالفوتوشوب، بلاش موضوع الانعكاسات، اضافه سما غير السما، انعكاسات اللي هي ريفليكشن تكون بالفوتوشوب، بلاش، لانه انت بتضيع على نفسك انك بتحاول تبذل مجهود اكبر في الطبيعه بحيث تاخذ صور جميله باستخدام فلاتر، باستخدام اي شيء، في حين هذا كله بيضيع عليك اذا طالما انت عامل في حسابك انه حاخذ صوره اي كلام، او مش شرط تكون جميله، لانه انا في النهايه حقصها وحضيفها على مشهد ثاني وحاشتغل، وما عاد حيصير الموضوع عباره عن تصوير، حيصير الموضوع عباره عن ارت، زي انه فاين ارت، انت بتشتغل رسم ما بتشتغل طبيعه. وحتى اذا حبيت انك تضيف سماء او تضيف ارض، يعني انا واحد المصورين الممارسين الكبار في السن واليعني كبار في تاريخه، نزل صورة مرة وأنا حسيت في شيء غلط في الصورة، وفعلا كانت السماء الإضاءة اللي فيها غير الأرض، وللأسف الشديد ما أحد اكتشف من أصدقائه ومن المعلقين على الصورة، كلهم مدحوا جمالها، ولكن من الواضح إنه الشمس على الأرضية من اليمين لليسار، وفي السماء من اليسار لليمين، فيعني حتى لما انضافت السماء ما كان مركز في الموضوع ده. وللأسف الشديد هذه عيبة، على قد إنه مصور ومعروف المفروض إنه يكون عنده خلفية، ما يكون بداء المنظر يعني. فللأسف هذا بيبين المدى اللي وصل له التصوير إلى حد كبير. فحاولوا إن شاء الله أنكم صوروا صور جميلة، حاولوا تمتلكوا كاميرات، في ناس كثير بتستخدم الجوالات، الجوالات بتزهزه الصور وبتديها ألوان غير طبيعية، فحتى والنظر على الشاشات أدى لبعض الناس إنه حتى لما يشوف الصورة في الطبيعة ما بتعجب الطبيعة، يبغى صورة الجوال على شاشات الكيو ليد والهاي ديفينيشن وال4K وال8K. فخلي المواضيع تكون سهلة وجميلة، وحاولوا دائما أنكم ترجعوا للبيسكس وتطلعوا على أعمال المصورين العالميين، فشوية بيرجع يبرمج المخ ويبرمج العين ويرجع تضبط الصور مرة ثانية بشكل أجمل وأفضل، وحيستمر إلى طول العمر أنه له مصداقية عالية. ونشوفكم إن شاء الله في موضوع تاني، وشكرا لكم.